كل سنه وانت طيب يا حاج. انت والصحه والسلامه يا حاج. احنا عاملين مسابقه اسمها مسابقه نادي الميريه تحت امرك، تحب تشارك معانا فيها؟ يعني هدفع فلوس؟ لا يا حاج ازاي، ما نقدرش ندفعك حاجه، انت راجل على الله، ان شاء الله تكسب معانا كلنا على الله، ربنا يسهل لك باذن الله. المركب اللي فيها ايه ما بتغرقش؟ يعني بيقولوا هو مثل المركب اللي فيها 100 ريس ما تغرقش. لا ازاي حاجة. ده بريس وده برأي وده برأي. المركب اللي فيها ايه؟ اللي فيها الله ما تغرقش. ايوه كده ايوه كده ايوه ايوه. الف مبروك. المركب اللي فيها الله ما تغرقش. الف مبروك يا حاج. طيب يا عم معلش انا اسف جدا والله. ليه على ايه؟ ربنا يخليك. الف مبروك يا حاج كسبت. تحت امرك. هات يا استاذ مصطفى. انت كسبت 3000 جنيه من نادي الميريا والمستشار تركي آل شيخ. يعني عاوزني اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه يا حاج؟ اقول ايه؟ تقولي ايه؟ خلاص انت كسبت. انا كسبت؟ اه والله. ربنا يخليك. الله يكرمك يا حاج. ده ربنا يعلم. ايه؟ يا الحمد لله. الحمد لله والله. على كل حال هو ربنا هو اللي عالم. ربنا يسعدك. استقبل غير الله مذله. ونعم بالله. انا تحت امرك. ما اقدرش اسيبك النهارده على اللي انت عملته معايا ده. ليه يا حاج؟ ليه يا حاج؟ ده رزقك يا حاج. وانت انا وانت على الله مسابقة. بس ربنا برضه انت مسابقة وكسبت فيها يا حاج، احنا مالناش فيك. طب انا ممكن اخدك بالحضن. تعالى يا حاج. طيب يا راجل يا حاج، ربنا يخليك يا حاج. الله يبارك لك يا حاج. الله يكرمك. حاجة والدتك ديت هتشفى في اسرع وقت. لو مش هيخش لها اي حاجة. الحاجة والدتك بالذات. ربنا رضى عليها وانا رضى عليها. ربنا هيقف معاك وهيخليك حاجه تانية خالص. الله يبارك لك اللي انت عملته معايا ده. الله يبارك لك. دول 3000 جنيه تاني عشان ربك كريم. ربك كريم.